تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة. نعم، أعرب سموه في البرقية عن أسمية التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة النجاح الكبير والمتميز الذي حققته مملكة البحرين في استضافة وتنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 للعام 2022. أكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة أن هذا النجاح الباهر يجسد الرؤى الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة المفدى والدعم اللامحدود من جلالته في تسخير كافة الإمكانات لاستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي. وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة بكافة الجهود القائمة على تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 منوها سموه بالدعم والاهتمام والمتابعة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مما كان له الأثر البالغ في تحقيق المكانة الدولية التي تتمتع بها مملكة البحرين وما تمتلكه من قدرات وخبرات وطنية تمكنها من تنظيم السباقات الرياضية المختلفة والفعاليات العالمية. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة عن الفخر والاعتزاز بالجهود الوطنية من جميع المسؤولين وكافة المشاركين في إنجاح السباق وإخراجه بأفضل صورة مشرفة من العطاء من التحدي لتحقيق التطلعات والأهداف المنشودة، متمنيا سموه لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.